طيب نروح بقى لموسيماني، وعايز اعرف شايف ازاي بقى شخصية موسيماني ازاي متلائمة مع النادي الاهلي الفترة اللي فاتت دي، شايف انجازاته ازاي مع النادي الاهلي، وايه اللي مطلوب منه الفترة اللي جاية، ايه اكبر التحديات اللي بتواجه النادي الاهلي الفترة اللي جاية؟ لا بصي، مستر موسيماني طبعا يمكن قبل مجيئه حتى، يعني قبل مجيئه للنادي الاهلي كان في ارتياح، كان في ارتياح للجماهير وارتياح مجلس اداره وارتياح للناس كلها ان موسيماني الجنوب افريقيا جاي النادي الاهلي، لانه لاعب النادي الاهلي قبل كده، اشتغل برضه في المجال الافريقي كتير وكل هذه الامور، فكان في ارتياح. في مدرب تحس ان انت مستريح له، وفي مدرب تاني لو اخطا في مباراه او تعادل مباراه او تهزم مباراه تلاقي الدنيا اتقلبت عليه. ففي ارتياح، الارتياح النفسي ده مهم جدا، مهم جدا للجهاز الفني انه يشتغل في استقرار، يشتغل ما فيه مش قلق، يشتغل لو تعادل ماتش ماتشين ثلاثه مفيش مشكله. دائما هي منظومه النادي الاهلي بتدي الفرصه للمدير الفني انه يشتغل بارتياحيه، حتى بتتدخلش في شغله، مفيش حد يقدر النهارده يروح مثلا يقول له لاعب ده وما لعبش، لا. فالامور دي كلها مده ارتياحيه. مستر موسيماني الاداء، انا شايف اداء النادي الاهلي اداء هايل، ان برضه عندنا الحمد لله عدد كبير جدا من اللعيبه بيمتلكوا القدرات الفنيه والذهنيه ان هم يلعبوا حاجات كويسه. فدي الحمد لله تلاقي المنظومه متكامله، منظومه متكامله. اداء طبعا زي ما قلت لك انه واخد بطولات برضه بتضاف لرصيده، وبتضاف لرصيد شعبيته داخل جدران النادي الاهلي.